ضمن الخطط والبرامج الخاصة بالأيام التوعوية، نظم مستشفى الملك فهد بمدينة جدة فعاليات اليوم العالمي بسرطان الثدي، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والاستشاريين. مزيد في هذا التقرير. مشكلة كبرى في العالم أجمع وليس فقط في العالم الخليجي أو في المملكة العربية السعودية. حبيت أوضح كلمة الآيس. ضمن فعاليات اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظم مستشفى الملك فهد بجدة عدداً من البرامج والمحاضرات والندوات التي تهدف للتعريف بالمرض وأساليب الفحص المبكر له. سرطان الثدي كان يعني أنا أذكر يعني قبل يمكن عقدين كان يمكن هو الموضوع الرابع والخامس من ناحية السرطان، بعد سرطان الرئة وسرطان القولون. اليوم سرطان الثدي يتصدر السرطانات كلها، ونرجع نقول موضوع التوعية راح يقلل منه، ولذلك احنا كل ما حرصنا بشكل كبير على موضوع التوعية كل ما قلت نسبة وهذا دوركم جزاكم الله خير. والإعلام يلعب دور كبير في كل حاجة، الإعلام إذا وصل الرسالة الإيجابية هذه بشكل وساعدته المستشفيات والمستوصفات بتوصيل الرسالة بحيث أنها توصل، الإعلام دورها حتى مبالغة في توصيل رسالة عشان تأكد أنها توصل إلى أكبر شريحة في المجتمع. متخصصون واستشاريون اجتمعوا تحت سقف واحد ولهدف واحد، وهو السعي لرفع مستوى التوعية وتقديم خبراتهم، إرشاداتهم ونصائحهم حول ماهية المرض. عادة إذا تم التشخيص في وقت مبكر بيكون استئصال الورم فقط، مع طبعا زيادة في العملية الجراحية من استئصال الغدد الليمفاوية، وبطريقة بتكون تجميلية ممكن المريضة بعد انتهاء الفترة العلاجية لها بيكون الشكل الخارجي وكأنه ما كان في عملية قبل. أما بالنسبة للأمورام اللي بيتم تشخيصها في وقت متأخر فبيكون العملية الجراحية أكبر، بيكون في استئصال كامل للثدي. لكن حتى في هذه الحالة احنا برضو بنقول للمريضات ما بنوقف عند هذه الحد جراحيا، لأنه اليوم في عمليات ترميم بدأت يعني تجرى بشكل عندنا في المملكة وفي كل العالم بشكل في خيارات مختلفة وبشكل شبه يومي. مشكلتنا في البلد مش الفحص المبكر، الكشف المبكر. عندنا مشكلة كبيرة انه 3/4 حالات السرطانات بتتشخص متأخر بسبب عدم الكشف المبكر. 70% من حالات الأورام تكتشفها السيدة بنفسها، تشعر بكتلة. هذه نصيحتي جدا مهمة وركز عليها، مجرد ما تشعر أي إنسانة بكتلة استمرت أسبوع أسبوعين ثلاثة لا تتأخر أكثر من كذا، لابد تروح وتفحص. أعتقد هذا راح يساهم بصورة كبيرة في اكتشاف الأورام مبكر أكثر من الفحص الإشعاعي. أسلوب الحياة الصحي، الكشف المبكر للمرض، التغذية السليمة والفحص الذاتي، جميعها طرق حماية ضد سرطان الثدي. 70% من الحالات تحت سن 50، الغالبية العظمى للأسف من سن 35 لل48، وأنا شخصت حالات كثيرة في العشرينات تكون بترضع وتكون أحيانا حامل. وتبقى الوقاية خير من العلاج. لبرنامج مساء الوطن، البندري أحمد، الإخبارية، جدة.